السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. من فترة تكلمت على الفلير الكلاسيك وإيش أهم شيء بيميزها والقطع تبعها وعملنا أنبوكسينج. اليوم وصلتني النسخة البرو من الفلير، إن شاء الله رح نتكلم إيش اللي يميز الفلير برو عن الفلير كلاسيك، وهل في فرق بيناتهم كبير، إيش الإكسسوارات اللي بتجي مع البرو ما بتجي مع الكلاسيك، نتيجة الإسبريسو اللي طالعة من البرو هل هي مقاربة من الكلاسيك أو هي كل البعد، وهل يستاهل فرق السعر بيناتهم أو لا؟ طيب خلينا نحكي بالأول عن الشكل الخارجي. نسخة الكلاسيك ونسخة البرو الاثنين بيحتوي على نفس الشكل، متألفين من 3 قطع، بتجي قطعة القاعدة وبتجي قطعة البرو هيد وبتجي قطعة الليفر. إيش الاختلافات بيناتهم؟ هنلاقي الكلاسيك اللي درب تري بتجي بلاستيك، اما بالنسبة للبرو بتجي ستال ستيل، بتجي من عبارة عن قطعتين بتجي ستال ستيل. بالنسبة للكلاسيك بيجي معاها قطعتين، قطعة عشان نقدر نحن نحط البن، عبارة عن مثل نفس مبدأ الرنج اللي هو موجود في البورتفلتر اليد، وموجود الدوزر بين اللي هو عشان نحن نقدر نوزن البن فيها، وعبارة عن تمبر بلاستيك. بعكس البرو بيجي اضافي معاها تمبر معدن. طيب وبيجي معاها كاب عشان التسخين، ان شاء الله هلا انا راح اشرح عليه بشكل مفصل. طيب بما انه قلنا الشكل الخارجي جدا مقارب لبعض، الفرق الكبير بين البرو وبين الكلاسيك هي عبارة عن البرو هيد، هنلاقي في اختلاف جدا كبير بين الاثنين. طيب خلينا نحكي ايه الفروقات بالبرو هيد وايش بيميز البرو عن الكلاسيك. اول شيء رح نلاقي البرو هيد، في البرو بيجي التخاني تبع الستيل وكخامات متصنعة افضل بكتير، يعني هون لو نشوف الفرق جدا كبير لصالح البرو في تخانة والخامات المتصنعة منها. بالنسبة للباسكت حتى الفرق كبير وشاسع بالحجم تبع الباسكت، بنلاقي الباسكت في البرو بيوصل لل 41 ملي، اما بالنسبة للكلاسيك ممكن يوصل ل 36 37 ملي تقريبا بيناتهم. وراح نلاقي انه الكلاسيك بيجي متقفل بحيث انه ما تقدر انت تشوف شكل الاستخلاص اللي نازل بيهم، بعكس البرو بيجي مكشوف وبيجي معاه قطعة تاني ممكن تركبها في الطريقة هاي ويصير عبارة عن سباوت. يعني الخيارين موجودين في البرو، انك انت اما تخليها مكشوفة اما تخليها عبارة عن سباوت. بالنسبة للشاور سكرين، الشاور سكرين كمان راح نلاقي فرق جدا كبير. شركة فلير بتقول انه قطعة الشاور سكرين اللي موجودة مع البرو من انتاج شركة في اس تي كباسكت وكشاور سكرين، بصراحة ماني متأكد من المعلومة، بس راح نلاحظ انه في فرق كتير كبير بين الكلاسيك وبين البرو كشاور سكرين وكفراغات وفتحات موجودة بيناتهم. البرو اخرامه متخرمة في الليزر، بعكس الكلاسيك بنلاقي انه اخرامها رديئة التصنيع شوي. طيب نيجي لأهم قطعة اللي هي البستم. البستم في الكلاسيك بنلاقيه مصنوع من خامة البلاستيك، وما بيحتوي على جيج، الجيج عشان انت تقدر تعرف الضغط المتشكل جوا البرو هيد، بعكس البرو بيجي فيه الجيج بنفس البستم متصل معاه بالجيج، حتى محطوط له طبقة سيليكون محمي فيها، وهذا الشيء بصراحة عجبني كفينش وكواليتي. ممكن انك انت تطلب الجيج بشكل منفصل للكلاسيك ويبقى بدل هذه القطعة موجود بستم موجود ببرو. طيب خلينا نحكي بشكل سريع كيف البرو هيد بيتشكل بكل قطعة، عبارة عن الباسكت، بنحط الشاور سكرين، بعدين بنحط البرو هيد، بعدين البستم. هاي الطريقة الموجودة بالنسبة للكلاسيك. والبرو كذلك الأمر، راح يكون عبارة عن البرو هيد، نركب فيه الباسكت، نركب فيه الشاور سكرين، ونركب فيه الجيج، وبيبقى هيك جاهز. طيب خلينا نجي للمفيد ونحكي ونقول ايش الفرق بين كل برو هيد وايش اللي بيميزه كاستطاعات. بالنسبة للبرو، الجرعة الدوز اللي بتاخدها من 16 لـ24 جرام، وبتاخد 70 ملي مي، والناتج تبعها بيطلع تقريبا 56 ملي، يعني ممكن توصل لاستخلاص لـ56 ملي. بعكس
بالعكس الكلاسيك، الكلاسيك بتكون كإمكانيات أقل، ممكن توصل الجرعة تبعها من 12 ل 18 جرام، ويتحط 60 ملي مي، ويطلع الناتج تبعها 45 ملي بس. طيب بشكل عام هاي أهم الميزات وأهم الفروقات بين البرو والكلاسيك، وإن شاء الله عن قريب راح أعملكم مراجعات استخلاص وإيش الفرق بين استخلاص البرو واستخلاص الكلاسيك، وهل هم متقاربين من بعض، هل مستاهل فرق السعر. البرو تقريبا سعرها يوصل ل 300 دولار، أما الكلاسيك سعرها بيوصل ل 160 دولار. راح نقارن ونشوف الناتج إن شاء الله، وأعملكم ريفيوهات بكرة ونشوف فرق الاستخلاص بيناتهم، وهل طعم البرو مقارب للماكينات أو لا. طيب خلينا نحضر معكم هيك على السريع شوت فيها ونشوف نتيجتها. أهم شيء عامل بالفلير وقت التحضير إنه الأدوات لازم تكون كلها سخنة، بما إنه ما في أي بويلر فيها أو فيها أي أداة للتسخين، فبتضطر إنه يكون في عندك غلاي وتسخن فيها الأداة. طبعا هذا بالنسبة للبرو هيد لازم يكون سخن. راح ناخد الكاب، هاي طريقة الكاب اللي قلت لكم عليها، راح نحط الكاب بالطريقة هاي ونجيب الغلاي ونصب فيها مي. طبعا المي هون بتكون سخنة فبتعطي حرارة للبرو هيد، ونسخنه. نجيب الباسكت نطحن فيها، طبعا الجرعة من 16 ل 24، انا رح اجرب على 18 جرام، خلينا نشوف نتيجتها وكأنه عم حضر على ماكينة نفس الجرعة تبع الماكينة. تمام، هيك معانا 18 جرام بنفس الطحنة اللي بستخدمها على الروكت. نفك تكتلات. ناخد التنبر. هذا شكل القهوة بعد ما نحن حطيناها في الباسكت. ناخذ الشاور سكرين، الشاور سكرين بيكون إلها وشين، وش خشن ووش ناعم. الوش الناعم هو اللي راح يكون باتجاه البن، والوجه الخشن راح يكون بالاتجاه من فوق. هيركب بهاي الطريقة. طيب بعد ما سخنا البرو هيد نفضي المي اللي فيه. نركبه بهاي الطريقة. طبعا بنشوف في علام الفتحة المكان ما راح يركب فيها الجيج، المي لما نملاها لازم توصل لعند الفتحة هاي بالضبط. ناخذ الجيش طبعا هلا رفعت على 1 بار، هيك طلعت ل 2 بار. راح ضل مرحلة الترطيب مثل ما شايفين، هاي كلها مرحلة الترطيب، في شوية تشيرلينج عندي هون. هيك طلعنا لل5 بار.
هيك واصلين تقريبا 9 بار. هذا هو شكل الاستخلاص، الكريمة كويسة والبضي كويس. ما شاء الله السويت عالي جدا. يبيلها والله، يبيلها أسبوع التجربة إن شاء الله، نجرب فيها أكثر من طريقة وبنرد عليكم إن شاء الله.